نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في إحدى القرى التابعة لمركز فرسكور ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، كما تم تلقيح كبار السن بلقاح فيروس كورونا بسهولة بعد التسجيل على الموقع. قافلة على جامع الخدمات المميزة جدا لوزارة الصحة، كونها بتقدم الخدمة بالمجان ده رقم واحد، رقم اتنين ان هي بتوصل للمواطن لحد عنده بالخدمة الصحية، طبعا ده تخفيفا على اهلنا من كبار السن ما بيقدروش يتنقلوا اقرب مستشفى مركزي، خصوصا القوافل بتستهدف الاماكن البعيدة. القوافل بتستهدف الاماكن البعيدة والمحرومة من الخدمة الصحية زي مثلا القرية هنا. بنبقى بعيد عن المستشفيات المركزية على الأقل حوالي 15 كيلو، سواء المستشفيات المركزية أو المستشفيات العامة. احنا بنعرفه كمان بالخدمات الصحية المتوفرة في القوافل، سواء في معمل، في أشعة، في أدوية معينة، في تحاليل معينة بتتعمل له.